للحديث أكثر عن هدم جامع السراجي في البصرة وظاهرة هدم المساجد في ظل صمت غير مبرر من الوقف السني، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، بداية مرحبا بك. رغم الرفض الشعبي هدم وإزالة جامع السراجي في أبو الخصيب بالبصرة، كيف تصف القرار رغم هذا الرفض الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا المسجد له دلالتين. الدلالة الأولى أنه بيت بيوت الله، أسس في نهاية القرن السادس عشر، عمره يربع على 400 عام، له منارة تاريخية مسجلة في اليونسكو من الإرث الحضاري للعراق، من الإرث التاريخي للعراق. الشيء الثاني، هل هناك إجراءات رسمية في هدم هذه المنارة؟ ألا يمكن إذا كان هناك فعلا إجراء حقيقي لتوسعة المسجد أو توسعة الطريق أن يدرس الأمر بنقل هذه المنارة بشكل يحافظ على تاريخها ويحافظ على إرثها الحضاري؟ هذه من أجمل المساجد في البصرة، وأسست في عهد الدولة العثمانية. القصد من هذا الإجراء هو إجراء تعسفي، لأنه الوقف السني في بيان استنكر هذا الأمر وقال أنه ليس لنا علاقة بهذا الأمر ولا لا معطينا أمر. وزارة الثقافة من جانبها على لسان السيد الوزير هددت باستخدام القضاء، لأن هذا الأمر يعتبر إرث من تاريخ العراق الحضاري فيجب المحافظة عليه، دائرة الآثار بنفس الطريقة. إذن كل هذه الأطراف هي تقول أنه هذا العمل ليس مبرر ولا يوجد لديها صلاحية في إعطاء هذا القرار. إذن من صاحب القرار ولماذا يتم استهداف المساجد تحديدا؟ إذا أردنا أن ندرس الأمر من الجانب الهندسي ونقول أنه هذا الشارع، إذا هل الأولى هدم المسجد أو توسعة الشارع من الجهة الأخرى المقابلة للمسجد؟ إذا هناك حقيقة آراء كثيرة عندما يتعارض الأمر من الناحية الفنية، ويكون طيب هناك من أصدر القرار دكتور في من أصدر القرار ماذا يريد؟ نعم. يعني القائمون على الجامع أكدوا أنه لم يصلهم أي كتاب رسمي بشأن هدم الجامع، يعني لا توجد فرصة حتى للطعن بالقرار، مراجعة الدوائر القانونية، يعني الأمر جاء مباغت. هذه المباغتة ما هدفها؟ هو هناك تواطؤ حقيقة ما بين أشخاص في البصرة وما بين محافظ البصرة للقيام بهذه الأعمال، بهدف الهدف منها هو كسب رخيص حقيقة لحسابه هذه المساجد. أنا ليس مع هدم المسجد أو هدم حسينية أو أي دور من دور العبادة لأي سبب كان إلا للضرورة القصوى، ولا توجد ضرورة في هذا الشارع حقيقة، ليس مستحما إلى الحد الذي يجب إزالة المنارة أو إزالة هذا المسجد. طيب. هناك حقيقة كما أشرت لكم، هناك مساجد أخرى تسبب فعلا، وهو المسبب ليس المسجد، المسبب هناك حماية على هذه طيب الوقف السني لماذا لم يستطيع؟ ما هو دور الوقف السني الذي ترصد له الميزانية الضخمة؟ ما وظيفة الوقف السني؟ يعني أسعد العيداني محافظ البصرة يقول إن قرار الهدم بعد موافقة الوقف السني في البصرة، والوقف السني يقول بأنه على خلاف ما تم الاتفاق عليه، يعني أصدر بيان بأن القرار جاء على خلاف ما تم الاتفاق عليه. لماذا لم يستطع الوقف السني إيقاف عملية الهدم؟ ما هو دوره؟ لماذا لم يقل الوقف السني ما تم الاتفاق عليه في بيانه؟ لماذا أخفى ما تم؟ من الذي يعلم ما تم الاتفاق عليه؟ يعني عندما أكون منصفا في حق هذا الطرف أو ذاك، على الوقف السني أن يبين ما هو الاتفاق الذي حصل مع محافظة البصرة وما هي حيثياته، يعني تبين من هو المعتدي، من هو المتجاوز على الآخر.
أنا الخوف أنه هل كان الوقف السني حريص على المساجد؟ ألم تدمر المساجد عيانا في كل العراق في بيجي؟ كل المساجد هدمت بيوم واحد، ماذا فعل الوقف السني؟ وفي الفلوجة وفي مناطق أخرى كثيرة، وهدم أحرق مسجد قبل في ترانسفورمات قبل أشهر أو أقل من شهرين. طيب القضية ليس لم لو لو ما لو تتوقف ذهبنا على بعيدا هذا عن المسجد، موضوع ولكن يعني هذا المسجد كمسجد التوصيف النوري له نعم، حقيقة دلالة يعني هذا حضارية المسجد يا أخي. دكتور، هذا المسجد لا يعود لطائفة معينة دون أخرى، هذا المسجد إرث حضاري وتاريخي للعراق. على أي أساس أخذت المحافظة القرار وكيف نفذت هذا القرار دون يعني حتى علم وزارة الثقافة؟ وزارة الثقافة أصدرت بيانا استنكرت فيه هدم الجامع. حقيقة لأن هناك لا توجد صلاحية، لا توجد شيء بمحور الدولة، لأن هناك استهداف للمساجد استهداف مبرمج تحت أغطية متعددة. أنا أريد أسأل هنا سؤال، هل هذا المسجد هو الوحيد في البصرة الذي يعيق طريق المسلمين؟ يعني أنا لما أريد أدرس هذا الموضوع وأخذهم بحسن النية، هل هو الوحيد؟ هل هذه المنارة في وسط الشارع؟ طيب الذي خطط الشارع ابتداءً هو من، أيهما أقدم، الشارع أم المسجد؟ وهناك قضايا حقيقة لا يصدقها الإنسان العاقل. أنا عندما خططت هذا الشارع كمهندس أو كفني كإداري ما أعرف من اللي خطط، لماذا أضع الشارع على المسجد وأضع المسجد في وسط الشارع؟ لماذا لم يتم إزاحة الشارع إلى اليسار أو اليمين؟ المسجد أقدم من الشارع، أقدم من الشارع، يعني مسجد عمره 400 سنة يعيق طريق الطريق السياحي بالتخطيط. إذا المخطط من الأساس غلطان، لأنه هناك طريق كان في أمام هذا المسجد والناس سالكة في البصرة منذ سنين، يعني ليس الأمر حديثا، لكن هناك حملة حقيقة منظمة لاستهداف المساجد لأغراض حقيقة معروفة طائفية نحكيها بامتياز، والذين ينافقون من أي طرف على حساب الطرف الآخر حقيقة واضحين للعيان. لأنه نحن الآن أمام قضية أن هذا المسجد ليس مسجدا لطائفة معينة كما تفضلت حضرتك، هذا مسجد يمثل إرث حضاري وتاريخي للبلد وثقافي. وإذا أردنا أن ندرس الأمر بطريقة أخرى كان ممكن أن تنقل المنارة بشكل سليم ويوسع الطريق إذا أردنا، إذا كان ضرورة قصوى، ولكن لا توجد ضرورة قصوى. يعني هناك اختناقات في طرق لا يوجد فيها مسجد، لماذا لم تفتح هذه الطرق؟ لماذا لم ترفع الدوريات والسيطرات من امام قسم من دور المسؤولين في البصره والتي تسبب اختناقات كثيره في البصره وغيرها؟ يعني دار واحد مسؤول افضل من بيت بيوت الله؟ في كل دول العالم وحكومات العالم تعرف قيمه الاثار، الا في العراق حيث الحكومات المتعاقبة التي لا تعرف قيمة لأي شيء، لا آثار ولا أي شيء يخص تاريخ وحضارة العراق. شكرا لكم دكتور هلال الدنيمي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معي عبر الهاتف من عمان.